الحمد لله المنتخب بان لي زوين، يعني الدراري بانوا كاين انسجام، ولكن في هذا الماتش هذا بالذات كانوا غير بحب 3-0. لو كانت شويه ديال الشجاعه ياك، وكنتمنى ان المدرب يعطي شويه الوقت لرحيمي. رحيمي كنعرفوا انه عايش في افريقيا وعنده تشامبيونز ليغ لاعب، وهذا يعني عارف طقوس ديال افريقيا، يعني يعطيه فرصه، يعني غادي يبين ليه مدى الجاهزيه ديالو. وكنتمنى ان المدرب يكون فاطن في هذه القضيه هذه. نايف اكراد وسايس تيلعبوا باليسريه بجوج، يعني لو اننا نعرفوا واتفورد فين كيلعب، سايس كيلعب على اليسر، اذا كيلعب الكره على اليسر كيدخل بالكره حتى للوسط، ولكن دابا سديتيه حطيتيه على اليمين، راه ما كيدخلش بالكره، ما كيباسيش الباسات زوينين. يعني لو ان مدرب يلعب شي واحد اخر اللي عنده اليمنيه مثلا بدر بانون ويلعب سايس في بلاصتو، اكيد غادي يعطينا اضافه حتى للوسط الميدان. بهذا الاداء مازال يعني بانت لي انني غانا ناقصه بزاف، كون عندنا غير شويه ديال الشجاعه كون ربحنا غانا ب 3-0 ولا 4-0، ولكن شويه ديال التخوف، ولكن هذه كتبقى مباراه ديال البديه، يعني حتى يعرفوا الدراري الطقوس ان شاء الله، ونتمنوا خير ان شاء الله. وشفت يعني هذا اداء متوسط في المباراه، شفت الكاميرون المباراه اللي دارت كان نيفو طالع وكان اداء رائع وراقي احسن من هذا الاداء، ونتمنوا ان شاء الله في المباراه الثانيه يكون اداء راقي ان شاء الله. الاراء ديال ضعيف شويه متوسط، ماشي شي حاجه اللي كنا نتسناو المنتخب ديالنا غيعطي الاداء ديالها كون اللاعبين الكبار اللي عندنا. واليوم ما تفرجنا كيبان المستوى ضعيف ديال المنتخب ديالنا، جلبيت في الدقائق الاخيره هو اللي كيخليك شويه تاخذ شي واحد 50% من الارتياحيه ديالك في المنافسه ديال كاس افريقيا. حكيمي لعب مزيان، بوفا حتى هو، رحيمي راه دخل في جوج دقائق الاخرين حتى هو بين المستوى ديالو، راه كاين رحيمي خاصو يدخل من البريمير ميطا، هذاك ما خاصناش نهضروا عليه والشيبي، نهضروا على اللعابه خاصهم ديال البطوله لعبهم شويه احسن باش نشوفوا منتخب في مستوى احسن، لا خاصو يزيدوا يطوروا راسهم الا بغاو يوصلوا لحاجه اخرى. اخويا الماتش اخويا ما عجبنيش، اخويا لعابه فهمتي، لعابه بحال ما داخلينش في الماتش، فيهم بحال الخلعه ولا ما عرفتش، وعاد زاد علينا اخويا دوك اللي مشاو الكورونا الكعبي واللعابه، عاوتاني هذوك شهم اثروا على التشكيله الفريق الوطني. اخويا انا ما حاملش المدرب وما كرهتش خويا يجيبوا شي مدرب مغربي جنسيه مغربي اللي غيعرف بحق ولد البلاد ويعطيهم حقهم، وما يبقاش يعيط لنا على الاجانب، عيط على ولاد البطوله لعابه كيموشو على التشوني. اخويا هضروا بهذا الاداء راه ما يدوش البطوله الوطنيه، شي خويا قاد يجيبوا لنا شي مدرب مزيان والفرقة يطلعوا ولاد البطوله باش هما يلعبوا، ما يبقاوش يخليهم في حشيات حتى الاخر يدخلوهم فهمتي، وعطاو فرصه للعاب ديال البطوله. خويا رحيمي شاوش برك انا وخوي دادي، ولكن كيعجبنا داك السيد لعاب فهمتي، كيلعب تبارك الله والله يسهل عليه، وكيلعب هذاك بحال ما هكاك يجيبوا لعابه ديال البطوله وخا ديك بشي حشارف في الخارج، ولكن هاني المهم عارف كيموش على التشوني، ماشي شي واحد فهمتي اللي غيبقى يطنز علينا ويبدا داونا معنا في فرنسا وداك الشيء، بغينا لعاب اللي ياكلوا التراب. المقابله كانت شويه زوين، شويه زوين، ماشي شي في الاداء في اللوب بعدا ديال الميطه الاولى كانوا شويه خاصهم بعدا شي مجهودات، خاصهم مجهودات بزاف، ولكن نتيجه البوفال بعدا قدم نتيجه زوينه في المباراه. حكيمي حتى هو لعب، هو كان عليه يدخل رحيم الميطه الاولى، كان يدخل رحيم قبل الماتش لعابه تبارك الله. بعدا المهم حنا خرجنا كان نتيجه زوينه 1-0، كان نتيجه زوينه راه مزيان. تبدل الماتش ما كتشوفش اللاعب كيبان لك كيموتيفي كيجري تبارك الله فهمتي، كيعطي لعاب باقي جون فهمتي، عطى الله ما غيعطيك اللعابه خصهم ازال لونطريمون داك الشيء. حنا بالنسبه لنا كمغاربه خصنا نربحوا بواحد 3-0 4-0، ما نربحوا بواحد 0 ماتش مخنوق شويه فهمتي، خصهم يربحوا. قدروا علاش ما نقدروش، كل شيء ممكن، كل شيء اللي بغى الله هي اللي كاينه، راه تقدر تربح تقدر ما تربحش. كان من الاول هو المدرب ديك التشكيله باش دخل بها شويه عيانه وصافي، كوميم في الاخر فاش دخل لعابه مثلا دخل داك رحيم وداك شويه تحركت الماتش، كون دخلوا من الاول كان عليه يدخلوا من الاول كان زوين، غيكون الماتش زويون، اما تدخلوا حتى الاخر شويه وصافي ما زوين، ولكن من الاخر بعد شويه الماتش طلع فاش جابوا البيس بعد اللهم لك الحمد غلبنا وربحنا ومزيان اللهم لك الحمد. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.